بس ما العدد بيزيد بشتغل باينوميال. اما عدد الويز ريبليسمنت يعني المالتبلكيشن كنت قايل لك اخرك فيه كام؟ سحب كورتين ثلاث كور وبتقعد تعاني تقول ديفكتيف نون ديفكتيف صح كده؟ ما بالك لو صاحب اربع كور؟ يبقى العمليه كبرت قوي اشتغل ايه بقى؟ باينوميال. اصل انت بص تيقن ان انت هيجي لك ويز وزاوت في مساله، يعني هيجي لك مساله سحب يقول لك حلها لي ويز وزاوت او وزاوت بطريقتين او ويز بطريقتين. يعني باي تو ويز ديت يعني حاجه الدكتور بحبها قوي. باي تو ميثود او ويز وزاوت اللي هو ان تو كيسز اوف دروينج. لازم ان شاء الله هيجي لك يعني اكيد هو بيحب المساله دي. وشد منكم يا شباب.